اخواننا الكرام نعرف انه معظمكم لسه يمكن بفطر قاعد في بيوتكم واللي معنا برا، فسحبين انه نحكي لكم الشباب ما شاء الله التزموا اليوم وافطروا في خارج بيوتهم على الرابع. احنا الان باتجاهنا للرابع، بس هذه الاستراحة للافطار ونكمل مسيرنا الى الرابع فيما بعد للاكمال الاعتصام باذن الله وان شاء الله بمشيئة الله. فشايفين اللي تركوا بيوتهم قاعدين كلهم بفطروا، جماعات وفردان يعني شباب وصبايا والكل موجود هنا، حتى الفئات العمريه كلها موجوده. الله يسعد مساكم شباب، كيف الافطار؟ اهلا دكتور. الله يحفظهم، الله يعطيهم العافيه، الله يديمكم. بيلكم مشاهدين طيبين، هسه باجي مشتوكم من وراي، ترى بزعل ببطل اعتصم لحالي. الله يعطيهم العافية، السلام عليكم. الله يعطيهم العافية، تقبل الله. أهلا وسهلا. هذول من جرس. هذول من جرس الأخوان، شايفين من كل مكان في الأردن أتوا، واللي جابهم حبهم وولاهم لهذا الوطن. احنا من جرس، جينا شاهد أخبار عمان من هون. الله يحفظكم. هاي قناة، هاي قناة. لحالي قناة، خليه الرواد. خليه الرواد لحاله قناة. كل التآلف هذا اللي بيعبر عن تعايش، قديش الأردني بتعايش مع الثاني. السلام عليكم شباب، صحتين وعافية. صحتين، صح لنا شغلة هون كمان. شكرا يا طيب. وهون اخواننا بصلوا بقوموا بواجب العبادة. زي ما شايفين هذه التوليفة الأردنية، هذا هو الشعب الأردني. لا يا خياني بوكل منصر فندوني، شايفين؟ هاي عادل، عادل وين؟ الصحة وعافية. عادل الله يسعد مساكم يا شباب. أنا حبيبي بالضبط. أحمد نعماتو حبيبي. الله حلوان الحمد لله رب العالمين. آمين. 1-0 والله رائع. وين النصر؟ إن شاء الله بوادر، بوادر النصر. شايفين يا اخوان هاي جولة بين كل اخواننا بتعبر عن قديش حبهم للاردن، وهاي العائلة الاولى والكبيرة العائلة الاردنية. السلام عليكم. الف صحة حبايب، الف صحة، خليك كمل. السلام عليكم. طبعا شايفين بدعوا لبعض للصيام، تصور صغير. ها ايش عمو سلامتك، انت جاي تعتصم وهيك ايدك سلامتك، الف لا باس عليك. شايفين ما احلاه ما شاء الله، صلاة على رسول الله. انت رائع، تفضل تقبل الله طاعتكم. لا لحالي انا والله، قناة لحالي يعني شخصية. دور احمر شت زي ما شايفين. تحياتنا شباب، تحياتنا، بحيوا فيكم الاخوان. مين عنده مي يا اخوان؟ لسه ما شربت مي انا. مين عنده مي يفطرني مي؟ الله يجزيك خير. السلام عليكم. اكلت والله، اكلت بس مي. والله الله يجزيك خير. مثل ما شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان هون بحييكم، طبعا عدد كبير مشاهدين بيتابعوكم. الله محييك. مثل ما شايف الاردن هي اللي جابتهم، حب الاردن هو اللي جابهم لهون. خليل الرواد، ايوه الله يحييك سيدي. هذا الشعب الأردني، بساطة الشعب الأردني، بساطة المواطن الأردني. هذا الإنسان المظلوم تركوا بيوتهم، خرجوا للشارع، يعبر عن حبهم للوطن، البيت الأول اللي هو الأردن. الله يسعد مساك شباب، تقبل الله، الله يزيد صدقكم وأفضلته حبايب. الله يديمك سيدي، الله يزيد صدقكم. شايفين طيبة الشعب الأردني وطبيعته المضيافة ومحبة. الله يزيد صدقكم، الله يعطيهم العافية، ألف صحة، الله يديمكم، ألف صحة يا شباب، ألف صحة.
الله يديمكم. ها مش غلط. اشكرك فينا. شاركوا البث، يا ريت يشوفوا يا جماعة، يا جماعة التوليف الموجودة هون من كل محافظات المملكة زي ما بتشوفوا، بعدين شاركوا البث، خلي العالم يشوف كيف الشعب الأردني. هسا احنا ما راح نترك المكان زي ما هو، راح ننظف كل المكان، وراح الشباب ما يتركوا وراهم أي بقايا، والحمد لله انه هذا دأبنا دائما، شعب مثقف منتمي حضاري، نحترم أنفسنا مؤدبين الحمد لله. هون الاخوان بيأدوا كمان واجب العبادة. ألف صحة حبيبي، صحة يا شباب، صحة. صوت طارق ابو الراغب جاي بروح اتوضى وصلي اول شيء، جاي كبسة على الاخوان فوق المنصب بمسجدهم. خلص صلوا فيه؟ مش واضح صلوا فيه؟ صليت انا هسه بصلي، اوزي صلي بس خليني اصلي. صليت وصلي؟ لا بصلي، اعوذ بالله. طيب امشي يا زلمه، هسه باجي زلمه، لازم اخذ معي واحد اثنين. طيب خذ حسام هيهم، وسامر كونه شوي خليه يصلي، خليه يعبد الله. اذا تخوف يا زلمه شو في داعي؟ لا راسي يا ابو دهي. اقول له عندك طبولي لا، قلت له هذا مسجد كافر، شو اسمه مطعم كافر معناته. كان شايف جواته كفرة، قلت له اكثر شوي كمة والشرطة يسمع. دفن هو يا زلمة، حطك متوضع، حط خلي الناس تصلي. ابو علي، ابو علي، ابو علي، ابو يصلي؟ ايه يصلي بمسجد فوق؟ ها؟ لا كل عبد طبعا. انا رجعت للشباب اللي انطلقت من عندهم، قالوا لي بنخليك شويه سبكشف مدى هذا، راح ارجع لكم في بث، مع انه البث اول الدوار الرابع يا جماعه. معتز اسف ما كنت منتبه لكم. اي وجبه، اي وجبه؟ لا لا بديش اسمع، ما بقبل كثير انا، بس بدي واحد يمسك الموبايل يسلط على الجماهير، لانه العدد صار من برا الاردن هاي. صحتين يا دكتور، صحتين. هذا صور لي دكتور تجنبوه. اسمك يا بلاد شمس المغرب. هاي طبعا الصلاة ما قبل ال تكرم. هاي الدكتور خليل، هيوة تربية، تربية والله بطالبوا قاعدين انهم يصوروك. هاي الدكتور خليل بلحان، يا اهلا وسهلا. هيو هيو المعنى. هيو يسوس انه نضوع جهة المتضامنين. هيو 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 شيء ثاني بينه وبينهم عسلان. صح صح صح. لا عمل حضر بكيل الخير وال... تعال جاي بالله عليك أمان. عليك. عارف الحال؟ عاوني مهم. عندنا حضرة مجلس النواب.